السلام عليكم، مرحبا فيكم في فيديو سريع قصير لكب هيد. طبعا احد المتابعين عنده مشكلة مع باص الروبوت في الجزيرة الثالثة، فانا بسوي فيديو قصير له تشوريال على كيف اني انا اقاتله واغلبه. واذا الشفاد ممتاز، انا الان الشارم اللي عندي، هو قال ان الديل سي مو عنده، فما انا عادة اخذ هذا الشارم هارت رينج، يعطيك ثلاث نقاط صحة على كل باري، بس هالشي ما تقدر تاخذه الا في الديل سي، فهو ما عنده شيء. فانا بدلت الى الكوفي هذا عشان نقدر نسوي سوبر اكثر. طبعا اكيد يبغانا على الاكسبرت ونقول بسم الله. انا اول ما بدي اغير الى القنابل وانزل تحت، بوم اوكي دمرنا. الحين انا ادمر تحت اول شيء وابقى اركز عليه عشان القنابل تتدمر على طول، ما اخلي القنابل تطلع بعيد. يس ضربت، هذا مو زين. شوف هاي المحاولة الأولى، محاولة سيئة صراحة، بس طلع المحاولة. هاي المحاولة الثانية كلهم انت بس تحتاج انك تتفادى القنابل اللي ما تدمره. بس انا ما متوقع اني افوز. وصلنا في مكان سيء مع اني ضربت مرتين. هنا لا تستعجل ابدا. إذا صرت صغير صرت تحرك أسرع، بس عندك مجال إنك تتفادى أفضل. ولا تستعجل في إنك تسوي سوبر، خلك هذه هنا وركز على إنك تتفادى اللي هو البلورات. وحين خلص نتقرب له ونضربه، نصغر لأن احتمال من نموت. ولا انك تحاول تسوي باري لا ما تقدر عشان لا تنصاب دون عوار راس، ان اذا جت بلوره باري قريبه منك سوي باري، اما اذا كانت بعيده لا تروح تنضرب على الفاضي. وفي النهايه هذا الباس يحتاج انك كل ما حاولت انك لازم تتحسن فيه. شوف انا استعجلت لاني، فما كانت محاولة سيئة. يا ما قلت قنابل خلوا اقرب شيء تقدر عليه. هذا انت ما تتحسن الا اذا جربت وجربت. هذا الفيس ما تقدر تسوي شيء عنه انك تتحسن في انك تتجنب شو اسمه انك تنصاب. بس تحاول لين ما تغلبه. خلينا نحسب كم قنبلة يحتاج عشان هذا يدمر. 2 3 4 5 6 7 8 8. اوكي 8 تحتاج. فاذا كنت انت سريع وطلعت قبل لا يهجم 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي 8 بالضبط. اوكي شوف، اذا هذا الشار ما نفع خلينا نغير لهذا. هذه اخر محاولة بسويها وبشرح انا شوي. زي ما قلت لك الفيز الاول عطوه قنابل 1 2 3 4 5 6 7 8. انزل تحت. نايس، ضربت بشكل غبي ما له داعي. ركز على اللي تحت، نمر اللي تحت اول شيء. دمرنا، نايس. قنبله بيجي الان سوبر على طول. خلصنا. الحين هذا الاخر شيء، زي ما قلت ركز على القنابل لا تخليهم يبهدلوك. ضربت بشكل غبي. اوكي
يعني انت عندك خيار للشارم، يا اما تاخذ نقطه صحه زياده وانا احس ان هذه افضل شيء. ما ودي استخدم اللي هو سوبر علي، بس يخليها الفيس تطول، فأحسن لك انك تستخدم سوبر. انا خليتها عشان هذا. كيف انضربت؟ أنا استعجلت. الجدران هي المشكلة في هاللعبة، في هالفايز. اوكي غلبنا. شوف زي ما هذا النصائح اللي انا يعني انا هذه طريقتي في شو اسمه الفوز على هذا الباص. بس انت مهما حاولت لازم تتعلم الفيز الاخير كيف انك تتجنب وتضلك شو اسمه صبور، لا تستعجل ابدا. هذه هي الطريقه عشان تفوز في هالباص. زي ما علمتك الفيز الاول على طول غير القنابل واضرب الليزر لفراسه 8 مرات، وانتبه للجهاز اللي يطلع تحت إلى أمام ذاك، انزل على طول سوى باري، وانتبه للطائرات الصغيرة. وإذا طلعت القنابل في الفيس الأول خليك بعيد ودمرها، وما تطلع خليها تطلع وتلاحق وتأديك وتخليك تنضرب بدون سبب. والفيس الثاني سهل زي ما شفت. وبس هذه طريقتي في هزيمة باص الروبوت على صعوبة الأكسبرت. إذا حسيت الفيديو مفيد وفاتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو ثاني. مع السلامة.